صباح الخير او مساء الخير، بنرحب بيكم في القناة. النهاردة معانا فيديو مميز جدا عن برج العقرب. هنتكلم عن برج العقرب بتفصيل اكتر، وهنتكلم عن طريقة برج العقرب في الحب وطريقته كمان في العمل. بس قبل ما نبتدي في فيديو النهاردة، انا عايزة اشكركم جدا على كل اللايكس والكلام الحلو اللي بتكتبوه لي على طول في الفيديوهات. بس لو كنتم اول مرة تشوفوا القناة، لو سمحتم اعملوا سبسكرايب للقناة وكمان فعلوا الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة وتكونوا اول ناس تشوفوها اول ما تنزل على طول. ولو عجبكم الفيديو ده اعملوا لي لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ودلوقتي هنتكلم عن اسرار برج العقرب وطريقة برج العقرب في الحب وكمان طريقته في إدارة الأعمال، وخليكم معانا. يمكن كتير من مواليد برج العقرب بيبانوا للناس إن هم مش عاطفيين، ما عندهمش رومانسية، ولكن هم في الأساس يمتلكون كمية كبيرة جدا من الرومانسية، وكمان عاطفتهم قوية جدا. يمكن سبب الظهور القوي ده أمام الناس إن هم عندهم حب للتملك وحب للسيطرة، فلازم أول شيء يسيطر عليه ويتحكم فيه كويس جدا هو مشاعره، وده دايما اللي بيحاول يظهره للناس اللي حواليه. ما بيحبش ابدا يظهر عاطفته بسرعة، يعني ايمانا منه ان هو لازم هو اللي يبقى مسيطر على الامر، هو اللي يتحب في الاول قبل ما يحب، بالرغم من انه جواه مشاعر قوية جدا وعاطفة قوية جدا. فتحسه دايما بيميل لاظهار اللامبالاة، انت مش فارق معاه، انت مش بتثير اعجابه، مش مميز بالنسبة له. تحس كده ان هو عنده جفاف، وهو ده الظاهر يعني ليك، ان هو عنده جفاف عاطفي، مش حاسس بيك ابدا، مش فارق معاه ابدا وجودك، ولكن هو من جواه عاطفته قوية جدا ورومانسي لأبعد حدود. اول ما يتأكد برج العقرب من مشاعره، اول ما يبتدي بقى يحس ان خلاص وصلت جواه درجة الحب لمرحلة هو مش قادر يسيطر فيها على مشاعره، يبتدي بسرعة جدا يصرح بهذه المشاعر للطرف الاخر بكل وضوح وبكل صدق. اكتر حاجة تلفت انتباه مولود برج العقرب هو انه يشوف اللي قدامه شخص ذكي وشخص قوي. هو دايما بتلفت نظره هذه الصفات، يحب دايما القوة. في نفس الوقت يعني ما تحاولش تصطنع هذه القوة، هو بيقدر يفرق جدا ما بين الشخص القوي فعلا والشخص اللي بيتصنع هذه القوة. عايز كمان، بيحب قوي يكون عنده تساوي فكري ما بينه وما بين شريك حياته، وبيحب جدا الصدق. بالنسبة له الصدق هو اهم صفة في شريك حياته، ما يقدرش ابدا يتعامل مع شخص غير صادق، ما يقدرش ابدا يتعامل مع شخص بيداري ويخبي ويبتدي بقى يقول حاجات ما بتحصلش وما يقولش الحاجات اللي بتحصل. هو بيحب الصدق والوضوح، وده يمكن بيفسر انه ما بيفصحش عن مشاعره الا لما يتأكد، لان هو بطبعه شخص صادق. بيستطيع كمان يميز بسهولة ودقة جدا ما بين الشخص الصادق او الموقف اللي فعلا حصل بجد والشيء المزيف، وهو ما بيخافش ابدا من المغامرات، ودايما بتجذبه الحاجات الجديدة والحاجات الغريبة، يحب يكتشف الامور الغريبة او الاشخاص الغريبة. ده بالنسبة لطريقة تعامل برج العقرب مع شريك الحياة، او ازاي بيبتدي برج العقرب يعبر عن حبه، وليه بيتأخر برج العقرب في التعبير عن حبه بالرغم من انه ممكن يكون بيظهر علامات او اشارات كده، ولكن ما بيفصحش بشكل صريح الا لما يتأكد تماما. ولما يفصح خلاص عن حبه ويبقى متأكد ان هو بيحب اللي قدامه، فتأكدي لو فعلا رجل من برج العقرب قالك ان هو بيحبك، ان اللي قدامك ده هيكون شخص مخلص تماما. برج العقرب بيكره العلاقات السطحية العابرة، يعني بيحب يدخل في الموضوع على طول. اول ما هيتأكد من مشاعره هيبتدي ياخد خطوات جدية، يقولك عايز اتجوز،
عايز ابني بيت، عايز اسرة مستقرة. هو دايما بيميل للوضوح ده، بيميل للعلاقات المتينة، العلاقات اللي بتربطها إطار. لكن العلاقات السطحية أو العلاقات اللي هي بتاخد شوية وقت وتعدي، يعني علاقة عابرة، هو ما بيميلش خالص للأمر ده. هو بيحب الأسرة المترابطة، فدايما تلاقيه مخلص لزوجته وماشي في نفس طريق معاها كده، وبيحب دايما يمشي معاها في الطريق بس اللي هو رسمه. يعني هو لازم يرسم هذا الطريق، وهيفضل حريص انها تكون معاه في طريقه. العاطفة والمنطق عنده متساويان جدا، يعني لا يمكن تلاقي العاطفة تطغى على المنطق، ولا المنطق هيطغى على العاطفة بمجرد ما يعبر عن مشاعره. اول ما يعبر عن مشاعره هيعبر بالطريقة العاطفية، في نفس الوقت عقله ماشي كويس جدا، يعني بيتصرف بالمنطق، عاقل جدا وهادي جدا. فدي كلها مميزات لبرج العقرب في الحب. دلوقتي هنتكلم عن مولود برج العقرب وطريقته في العمل، وازاي بيشوف المهنة عنده، ازاي طموحه بيتحرك من خلاله. شخصية برج العقرب عموما هي شخصية طموحة جدا، بيحب السيطرة بشكل كبير، علشان كده بتناسبه الأعمال اللي فيها بيأثر على اللي حواليه بصورة كبيرة. فمثلا مهنة زي الطب والجراحة، البحث، ممكن كمان تلاقيه بيحب جدا القيادة، كل ده بيناسب برج العقرب. هو بيحب يبقى المتحكم والشخص المراقب والمسيطر على الأمر، يحب يعطي الأوامر للي حواليه، بيحب يقود المجموعة اللي هو فيها، بيحب دايما الحاجة اللي هو يكون فيها قائد. أما في مجال التجارة مثلا، العقرب ناجح جدا في الاستثمار، هو برج غير مسرف، عنده حكمة كده، وتحس ان هو بيتصرف، عنده يعني عدم تسرع في قراراته، اختياراته لمشاريعه الخاصة بتبقى اختيارات صائبة جدا، تلاقيه دايما يفكر ايه المشروع المناسب لهذا المكان، وتلاقيه فعلا بيوصل للقرار المناسب، ولو دخل في مشروع المشروع ده هينجح جدا، لان هو ما بيقدمش على الخطوة الا بعد تفكير عميق جدا وعمل دراسة جدوى تفصيلية تخليه فعلا ضامن نتيجة هذا المشروع قبل ما يدخل فيه. بنلاقي دايما ان برج العقرب بيميل الى جني المال، يعني دايما يحب هو يجمع امواله ويكون ثروة الاول وبعد كده يبتدي يتصرف، يحب قوي قصة جني الاموال ده. قراراته التجارية، يعني لما هيبتدي يتاجر بيبقى بيتاجر بحكمة جدا، يعني لازم قبل ما يبيع الشيء يتأكد ان ده افضل عرض هيتقدم حد بيه عشان يشتري هذا الشيء. برضو متحفظ جدا في انفاق امواله، مش بخيل، مش بخيل ابدا برج العقرب، بس بيحب يعني يحافظ على امواله ويصرفها في المكان الصحيح، بيحب دايما يعمل اولويات لنفسه بحيث ما يتعداش يعني الحد المسموح، وما يحط ما يتحطش في خطر، او ما يتحطش في مثلا انه يبقى معهوش فلوس في وقت من الاوقات. دايما تحس ان هو بيظبط الاموال اللي معاه عشان تغطي التزاماته، ويبتدي كمان يجني المال ويجمعه المال الفائض. يعني دايما المواليد بتوع برج العقرب بيتميزوا بقدرتهم على كسب المال وتحويشه، يعني دايما هتلاقي معاهم اموال هم مخزنينها او مكتنزينها كده، وبيعرفوا جدا يجمعوا هذه الاموال. دايما بيخاف من ان هو يخسر، ان هو ما يبقاش معاه فلوس، فدايما يفضل طول الوقت يفكر في طرق ازاي يحصل على الاموال، ازاي يجمع. ده بالنسبة لمولود برج العقرب وكيفية تصرفه مع العمل ومع الأموال بصفة عامة. بكده نكون انتهينا من مناقشة برج العقرب في جانب الحب وجانب العمل. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، مستنية أسمع آرائكم في التعليقات، وأنا بشكركم جدا على المتابعة. مع السلامة.